مرحبا أصدقائي متابعين قناة فنان حرفي سوري. عن هذا الدرابزين تم تثبيته في الأرض على هذا الشكل. هاي الدرابزين الثاني الكبير، عنا هاي بوابة تم تثبيتها على هذا الشكل. هذا الدرابزين تم تثبيته على هذا الشكل. الدرابزين حسب ميول الأرض. هذا الدرابزين كمان تم تثبيته من برا. بتمنى ينال اعجابكم. فنان حرفي سوري. هاي بوابي هاي بوابة. فنان حرفي سوري، منطقة أورمو، مدينة بافوس، قبرص.